النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى داود في زهده وإلى أيوب في صبره وإلى سليمان في قضائه وإلى إسماعيل في صدقه وإلى موسى في مناجاته وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذه القيم الإنسانية الكبرى التي تمثل كل واحد منها في حياة واحد من الأنبياء، بحيث غدا ذلك النبي مظهرا لهذه القيمة الإنسانية الكبرى. جميع هذه الصفات تمثلت في حياة شخص واحد. الشاعر يقول: قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ رجل واحد، إنسان واحد، تمثلت فيه كل هذه الصفات. قالت: أكل الذي قد قلت، أو أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: كل الذي قد قلت في رجل. تسأل: من هو هذا الرجل؟ فقلت: أمير المؤمنين علي.